صوت يدعو لليقين. لذلك نقول للناس ان ايلول راح اقروا، اكو رسالة للامام بالدعاء يقول لقد ضيعوه، ضيعوا شهرنا. اعتقد كاتبتها جنابك الكريم. نعم، الامام السجاد هو احد احفاد رسول الله، وهو امام واجب العصمه وعلى درايه دكتور بما فعل القوم وما فعل الناس بدين جده، ولكنه كان محاطا بظلم ال اميه. مو يقول هذا اضطره. نعم، حنشوف الدعاء. نعم دكتور، من دعاء امام زين العابدين في وداع شهر رمضان المبارك. اسمعوني يا اهل الذمه، يا من عندكم ذمه، يا من تعشقون الإمامة، هذا دعاء مو أبوي كاتبه، الإمام السجاد من الأدعية يقول: اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته، حين جهل الأشقياء وقته. يا ناس، يا عرب أنشية، يا ما تستحون، يا ما عندكم ذمة وضمير، يا ما عندكم إنسانية، اقروا ماذا يقول الامام: حين جهل الاشقياء وقته وحرمه وحرموا لشقائهم فضله، يعني يصومون بغيره. ما قريتوها؟ جهل الاشقياء وقته، يقول اجوا بني اميه غيروا الوقت، ما نقدر نقل للناس هذا الوقت الحقيقي غير يسالوننا. يقول ساروا على ما سارت عليه آل مروان وآل الحكم، لماذا؟ حتى يغيرون شهر الحرام وشهر الصيام. لأن شو يقولون؟ ما لعبت بالملك هاشم فلا خبر جاء ولا وحي نزل، حتى يدمرون الشعائر، وحتى نتزوج في عاشوراء، نلعب في عاشوراء، نضحك في عاشوراء، لا عاشور عاشور ولا رمضان رمضان. هذه جهل الأشقياء وقته. شو يقصد بجهل الأشقياء وقته؟